وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية. سيادة السفير، بعد التحية، برأيك كيف ترى الدور السياسي الذي تلعبه القاهرة لزيادة دخول المساعدات إلى الفلسطينيين؟ أولا، القاهرة تمثل المدخل الوحيد المتاح حاليا لإدخال المساعدات لفلسطين أو قطاع غزة بالذات. بادرت القاهرة منذ ظهور هذه الأزمة بتنظيم قوافل للمساعدات دخلت قطاع غزة، بالإضافة إلى فتح مطار العريش لتلقي المساعدات التي ترد من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أو الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية. فالقاهرة لها دور كبير وتنظم وتحاول التغلب على العراقيل التي توضع أمام دخول هذه المساعدات، وخاصة المساعدات الطبية، حيث أن المستشفيات الغزوية في وضع حرج جدا لمعالجة الجرحى الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة. نعم سيادة السفير، مصر تقوم بدور كبير جدا للتوصل بالتأكيد لوقف إطلاق النار ودعم الحق التاريخي للفلسطينيين، وهذا ما تؤكده الدولة دائما في جميع المحافل. كيف ترى هذا الدور على مدى عقود؟ أعتقد أن تضامن مصر مع الشعب الفلسطيني وتبنيها للقضية الفلسطينية منذ أن نشأت في عام 1948 وحتى قبل ذلك في الأمم المتحدة عند صدور قرار التقسيم الذي تتجاهله إسرائيل وبعض الدول الأوروبية، يجب أن نركز في اتصالاتنا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وأن الأمم المتحدة التي أنشأت دولة اسمها إسرائيل أيضا أنشأت دولة اسمها فلسطين، ويجب ألا تغيب هذه الحقوق المشروعة عن انتباه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، وعلينا تذكير المنظمات الدولية والدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية والأفريقية بأن لفلسطين حق لا يغيب عن ذاكرة العالم، وكما يقال كل مطالب للحق سيحصل عليه في النهاية. صحيح. رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، في رأيك إلى أي مدى يحفظ ذلك حق الفلسطينيين في وطنهم وأيضا دعم القضية الفلسطينية في هذا الإطار؟ المحاولات الإسرائيلية لطمس الهوية الفلسطينية ووضع نهاية لهذه القضية في أذهان العالم وفي أذهان الشعب الفلسطيني نفسه لا تخيب، يعني مثلا عملية التهجير إلى سيناء لم تظهر من فراغ، بدأت منذ أكثر من 50 سنة، وهناك وثائق في الأرشيف البريطاني تدل على قيام القيادات الإسرائيلية بالاتصال بالسلطات البريطانية بعد حرب 1967 لتهجير اليهود إلى تهجير الفلسطينيين الغزاويين إلى العريش والمناطق الأخرى في منطقة سيناء، ولكن مصر في الحقيقة وقفت موقفا حازما في كل العصور تجاه هذه القضية، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي متفقان الآن في مواقف مصر الحازم الذي تمثل في تصريحات الرئيس بايدن ووزير خارجية بلينكن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها ضد هذا الموضوع. صحيح. سيادة السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.